السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو صفحة 27 من كتاب باركور فرونسي المستوى السادس ابتدائي. عندنا درس ديال غرامير، هادي التطبيقات الكتابية ديال الدرس ديال ليزانديكاتور دو طون اي دو ليو، مؤشرات ديال الزمن والمكان. في الأسبوع الثاني الوحدة الثانية بطبيعة الحال. جو مونتخين، قالك جو كومبليت، أتمن لي فراز، الجمل، الجمل اللي هنا نكملهم باش par les indicateurs de temps ou de lieu suivant. مؤشرات ديال الزمن او المكان التالية. finalement ou après, devant, la semaine dernière ou avant. نتوما اكيد كتعرفوا دابا، تعرفتوا على كيفاش تعرف près. كنقول قريب، واش كنهضر على الزمن ولا المكان؟ اكيد المكان. كنقول devant، امام، كنهضر على المكان. la semaine dernière، شنو كنحدد؟ واش المكان بلاصه؟ كنحدد الزمن الوقت. avant هي ثاني لا حددناها بانها قبل على التوقيت. ممكن تهضر على التوقيت، وممكن تهضر على ممكن تهضر على الزمن، وممكن تهضر على المكان. مثلا ستيلو مثلا جا قبل من المسطره، وتقدر تقول افون ميدي، يعني راك تهضر على قبل الزوال، يعني كتهضر على التوقيت. يعني افون تقدر تخدم ليهم بجوج على حسب السياق اللي جات في الجمله. نقولوا هنا نختاروا طبيعه الحال اللي يناسب. لو فواياجور اي، وعندك لو غيشي. غيشي هو اما اللي كيتيريو من الفلوس في البنكه، اما داك اللي كيتيريو من الاوراق ديال الاوراق ديال السفر اللي كتقطع من الورقه، اما ديال الدرهم ولا ديال الكار. لو فواياجور اي، شنو نقول؟ بري، ما نقولوش بري لو غيشي، نقولو بري دو غيشي، ممكن قريب من الغيشي. ما نقولوش افون لو غيشي، نقولو لو فواياجور اي ديفون لو غيشي، قدام قدام داك الغيشي اللي كي داك الشباك اللي كيقطع من الورق. devant le guichet. هذه هنا دوزناها. دوزنا من موراها. nous avons pris le car pour Marrakech. شنو نقولوا؟ nous avons خدينا الكار باش نمشيو لمراكش. اذا لا سيمين دانيير، الى درسنا اما تما درنا طويله باش تعيق واخا ما تكونش فاهم. لا سيمين، السيمانه الفايته دانيير، الاسبوع الماضي اخذنا الحافلة إلى مراكش. هنا دو فواياجي إل بريبار سا فاليز. شنو نقولو هنا؟ أفون دو فواياج. نهضرو على التوقيت دابا. أفون دو فواياج، قبل أن يسافر هو يجهز حقيبته. هنا إيسانستال، هو يجلس ولا كيجلس يعني في كار ولا في تار حدا الشرجم. إذا شنو نقولو؟ هاد أفون بعدا نحيدو. إيسانستال بخي، قريب الشرجم، لأن كيعجبو إما يتفرج من الشرجم، إما كتجي الخنقة كي كيحب الشرجم باش يتنفس. إذا واضح، إيسانستال كيجي يجلس قرب النافذة. ندوزو للتمرين رقم 2، نشوف شنو مطلوب منا. في التمرين 2 قالك أسيدي جو كومبليت باغ لانديكاتور دو طون أو دو ليو كي كونفيان، نكمل بداك المؤشر ديال الزمن أو ديال المكان المناسب. لي زونفون شونت لو كومبارتيمون، في التران كاينة لي كومبارتيمون، وكاين لا لوكوموتيف. لا لوكوموتيف هي ديك القاطره اللي كيكون فيها الشيفوا، وهادوك الاخرين دوك البيوت كيتسموا دي كومبارتيمون. يعني الاطفال ديال المخيم مثلا كيكونوا غادا مسافر المخيم، يغنون داخل ديك القاطره، ديك دوك البيوت اللي كيكونوا في التراب كومبارتيمون. اذا جنقولوا لي زونفون شونت دون لو كومبارتيمون، داخل داك البيت ديال التراب. هنا لو تران اونتر لا غار ا مثلا ا 6 اور 6 heures. إذن هنا هذا انديكاتور دو طون، هذا دو ليو، داخل كنهضروا على المكان، هنا كنهضروا على الزمن. هنا il prennent le déjeuner ensemble. شنقول مثلا ce matin، ولا مثلا chaque matin، ديروا chaque matin، كل صباح، كل صباح كيفطروا le déjeuner، كيتغداو مجموعين. Chaque matin, ils prennent le déjeuner ensemble. Qui est le gada mjmoui. Chaque jour, on va dire le matin, dès le jour. Koula sabah wala koula yom. Hna, elle va passer ses vacances. Hiya sawfa taqdi utlata d'une rivière près qurba bouhayra, près d'une rivière. Hna tkhayem hda chi bouhayra. Idan hada près, yani kanhdrou ala el makan. Près ou dans le magasin. 6 heures ou chaque matin ou chaque jour.
كان رائد الزمن. واضح؟ ندوزو جو مي فالو ايفالياسيون جو مي فالو نشوف شنو مطلوب منا عاد نجاوبو. قالك سيدي جو كومبليت لو تيكست نكمل هاد النص بار لي زانديكاتور دو طون بالمؤشرات ديال الزمن او ديال المكان المناسبه كي كومبيه. هنا nous allons à la plage. Aujourd'hui, اليوم سوف نذهب الى الشاطئ. Nous allons à la plage. Nous nous baignons ensemble. سوف نسبح baignons ensemble. يعني مجتمعين مجموعين مع بعضياتنا. Nous jouons. نحن نلعب عندنا السابل الرملة. نلعب فوق الرمال sur le sable. فوق الرمال. إذن aujourd'hui le temps هذا le lieu المكان فوق. À midi في الزوال الظهر nous rentrons au camp يعني كندخلوا للمخيم. ها le déjeuner هنا le déjeuner قبل الغداء avant le déjeuner قبل الغداء هنا كنهضروا على التوقيت avant le déjeuner قبل الغداء nous faisons la sieste. لا 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 هي صحيحه ولكن فوقاش كيديروا الناس لا سيست الناس حابين يديروا شي مهمه قبل من الماكله كنقولوا ابري لو ديجون فوقاش الناس كيديروا كيناسوا كيناسوا نور الغدا ما يمكنش نقولوا هاي ناسوا بعدا يتغدى هي صحيحه في المعنى ديال في التركيب ديالها ولكن معنويا ما صالحش لان معروف بان الناس كيديروا القيلوله كيديروا مور الماكله اذا نقولوا ابري لو ديجون بعد الغدا نو فوزون لا سيست كنديروا القيلوله اها Nous organisons le soir, nous organisons des jeux. Chacun doit regarder, je vous ai à gauche, idem, à droite. À droite et à gauche avant. كل واحد خصو يشوف اليمين واليسا قبل ما يرمي افون دو لونسي لا بال اسي كوي كي بي يعني الناس اللي معاهم في الفرقه يعني قبل ما تشوف قبل ما تعطيه كوره تشوف واش عامر ولا ما عامر شوف اليمين ديالك ولا صديق ولا صاحبك علاش كنسميه كوي كي بي هو انه معاك في نفس الفريق يعني بتشارك معاك في نفس الفريق واضح اذا نرجعوا ندير لكم تذكير اجوردي شنو طون لليو طون الزمن الزمن اليوم سيغ طون لليو ليو لأن كيهضرنا على المكان فوق هنا أبخي لو ديجوني كنهضرو على التوقيت بعد الماكلة التوقيت مور الماكلة كنعسو إذا هذا كنهضرو على لو طون هنا لو سواغ تاني كنهضرو على لو طون التوقيت اللي غتنضبو فيه الألعاب هنا أدغوات كنهضرو على لو ليو اليمين ديالك يعني راه مكان هنا أفون دو لونسي قبل هنا كنهضرو على التوقيت فهمت قبل انك ترمي الكره ندوزو للتمرين الثاني نشوف شنو مطلوب منا قال لك سيدي جي كري دو فراز ان اوتيليزون ان انديكاتور دو ليو و لتحت غنديرو ان انديكاتور دو طون اذا شنو نقولو مثلا نقول مون شا القط ديالي مون شا فو يريد جوي يريد أن يلعب دور يعني برا لا برا العكس ديالها هو دو دون داخل دو دون داخل دور لا برا هذا انديكاتور دو دو ليو مكان نشوفو انديكاتور دو طون مثلا نقول شنو نقول اميدي Je prends mon déjeuner مشى الفطرف مع الغداء يعني قال لك مع الظهر بعد في الزوال كناخذ الغداء ديالي اذا هذا انديكاتور دو طون هذا دو ليو هذا هذه الصفحه 27 انتهى